تعطيني بس ملعقة لو سمحت. راح ننزل السمنة أول شيء. طيب. ما شاء الله الحين صار البان المقلى عندنا حارة على طول جاهزة. أنا برضو أعرف إن الحنيني على أصوله من زمان كانوا يسمونه ب أو واحدة من الخيارات إن يسمونه بشيء اسمه قرص الجمر. إيه هلا هلا. إيه فقرص الجمر طريقته إن يسوون العجينة من الصفر الطحين والموية. ويفردونها على طول على الجمر تحت الجمر. ايوه اي صحيح ما يكون بين الجمر يعني الا الخبز يلامسه على طول. صحيح إيه يعطيك نكهه اكثر تدخين. اي إيه هذه فالحين نزلنا اول شيء السمنه راح ناخذ الخبز المفروم ولا المفتوت من قبل راح ننزله على السمنه كذا عشان يصير شويه كريسبي. نبغى يصير شوي كريسبي لما ننزله على التمر ما نبغى ينعجن 100% نبغى يكون يعني متماسك اساس الحنيني دائما يكون منثور متفتت كذا كذا معنا. فهذه هي النتيجه اللي نبغى نوصل لها. راح نحرك المكونات كلها. طبعا دائما في الطبخ بشكل عام اللون او التحمير تساوي نكهه. يعني لما تاكله ويصير فيه شيء كريسبي شيء لين شيء حالي شيء حامض من الليمون اللي بنضيفه بعدين بالطريقة اللي بتسويها أتوقع هي اللي تخلي الطبق ما شاء الله يعني كامل. أكيد أكيد دائما في المطبخ في المطبخ بشكل عام عندنا شيء اسمه 3 T's. أوكي هذا شيء مهم في الطبخ. تايم وتمبريتشر وتكنيك. تايم يعني وقت الطبخة ما تصير محترقة ولا ما تصير مو مطبوخة زين وتمبريتشر بدرجة حرارة الصح. والتكنيك اللي زي ما قلنا أول تسخن الزيت نحط البصل هذا تكنيك. أوكي. إذا مشينا على الثلاث أشياء هذه راح يطلع إن شاء الله طبخة معنا وممتازة. حلو. الحين أباك تساعدني بشغلة. حلو. راح نأخذ البول الصغيرة نحط فيها الزبدة. تمام. حلو. وراح ننزل قشور الليمون. فالآن بعد ما أضفت البشر أضيف عليها الزبدة كاملة هذه. نضيف الزبدة كاملة. حلو. والزبدة لازم ما تكون من الثلاجة على طول. خليها في درجة حرارة الغرفة عشان تكون لينة معنا وسهل نعجنها مع كشور الليمون. الحين عندي خبز مع السمن تقريبا جاهز. أخذ معنا لون راح ننزله على البولة هذه. أتوقع حركة الزبدة وبشر الليمون هذه قاعدة تسوي اللي كومباوند باتر صح؟ إيه اللي هي الزبدة يعني منكهة يعني. طبعا الشيف راكان لازم يضيف لمسات حبيب القلب حبيب القلب لمسات الشيفات. طبعا هنا ضفنا سمنة وراح نزيد عليها معجون التمر. ريحة الزبدة وبشر الليمون رهيبة. شيء هذه نفس نظام الستيك لما يسوون الزبدة مع ثوم وبقدونس. صحيح. ويلفونها على شكل كذا اسطوانة وبعدين يقصونها كأنها حلقات. صحيح. يحطونها فوق الستيك. وطبعا ينزلونها فوق الستيك. الستيك حار يكون والزبدة باردة تذوب. احنا نفس التكنيك مسوينه. الحنيني حار راح نحط عليه زبدة باردة فتشوفه هي تذوب فوق الحنيني. يا سلام الله عليك. طيب اتوقع كذا كفاية صح؟ اي كفاية جاهزة الحين. طبعا هنا نحاول مقدار التمر اللي عندي نفس مقدار الخبز. كمية متساوية يعني. كمية متساوية فراح أضيف شوي من المعجون. صار عندي نص كمية معجون التمر ونص كمية تمر عادي نزلناه مع السمنة. فنحاول ندخلهم بعض كذا. غير الطبخ وش العادة تسوي مثلا هوايات ثانية إذا أنك فاضي ولا شيء ولا أنك خلاص قرفان من المطبخ ودك تسوي شيء ثاني؟ والله يعني الفترة الماضية دائما لما أطلع من المطبخ أحس يعني دائما في ضغط في المطبخ. يكون عندك باشن تحب الشغل تحب كذا بس فترات العمل الطويلة تسبب لك ضغط. صح. فدائما أحب أبغى شيء يروقني. أنا كنت من السابق أحب صيد السمك لأني أقعد واستنى السمك تطلع. احب الشيء اللي فيه صبر فيه طوله بال. بس انا من سكان الرياض ما عندنا بحر ولا شيء. فبديت الحين برياضه الجولف. الجولف نفس الشيء ما شاء الله تضرب الكوره تقعد تستنى وتلحقها تقعد ابو 7-8 ساعات. عاد الشيء انا اللي قلتهم عكس الطبخ تماما. صحيح يعني مره هداوه و... صحيح اتفق معك. صح انا يعني من اهل الرياض وعايش فيها لكني ترى ولدت في الخبر فالصيد يعني بغيت مره نطلع ما عندك مشكلة. الوالد ترى عنده قارب ونروح ونصيد ونضبط الأمور. خلاص متى الرحلة الجاية إن شاء الله؟ بس لازم فيها طبخ. أكيد إحنا بنصيد بنطبخ بس إذا رحنا لازم فيه طبخ. اللي بنصيده يعني فور شور راح ناخذه إن شاء الله بنطبخه. طبعا هنا هذه جاهزة عندي راح ننزلها. وفي نفس الوقت شيف عمر تقدر تنزل لي نص عصير الليمون اللي عندك هنا عليها.
طبعا ممكن الناس تستغرب شوي من ان اضافه الليمون في الحنيني. الليمون دائما ليش؟ لان الحنيني شوي حالي والليمون قاعد يكسر يكسر الطعم عنده. حلو تمام. طبعا الافضل بالحاله هذه انه نستخدم اليد. نستخدم اليد. اوكي راح البس كلوفز الحين واجهزها. وخطوه عندي سمنه حاره وتمر حار، فمهم جدا انه ندبر كلوفزات اساس انه السيفتي. يعني انا قلت يمكن لان عاده الشيفات ما شاء الله ما في اي احساس اليد. اي بس يمسك لك الطاوله يقلب بيده عواب دخل يدك بالزيت. لا بس يعني السيفتي يعني صح يعني صح. مهم. طيب صار معي الحنيني متفتت وبنفس الوقت متماسك شوي. حلو راح نبدا فيه بصحن التقديم. الزبده مثل ما هي هذه راح نلفها ببلاستيك. ترى مجهزينها تحت. اي راح نطلعها انا عرفت. راح نلفها ببلاستيك وندخلها الفريزر. حلو. نلفها بشكل اسطواني. انت ودك توريهم؟ والله برا ودي اوريهم. نوريهم طبعا. اي وصلنا لهذه، هي نفس الزبده مع قشور الليمون حطيناها ببلاستيك ولفيناها. او في تكنيك ثاني وحبيت تلفين ممكن تكورها يدنا الزبده. حلو. ونحطها بالفريزر. الحين صار عندنا الحنيني جاهز، راح نحطه في صحن التقديم. الحنيني حار، الزبده بنقطعها بارده. راح تنحط فوق الحنيني بالذوب تطلع شيء على كيفكم.